كيفاش يمكن على اننا نبني نموذج اقتصادي للمقاوله الاعلاميه قادر على تحقيق الاستقرار المعني وتحقيق الرساله المهمه اللي خصها خصو يديرها الاعلام في وسط هذا الشيء كامل بعيدا على الاشارات وبعيدا على شكون اللي خدا وشكون اللي ما خداش وبعيدا على شنو هو الحصه ديالنا من الاشارة العموم من الاشارة ديال هذا الشيء ديال ريزارس ديال غير هذا الشيء كامل انا غادي نعطي واحد الشق اللي تعنينا كامل اللي هو الناس اللي خدامين معاكم في المقاولات الاعلاميه اللي تنتجوا المنتوج الاعلامي واللي تيسهروا على تطبيق الخط الاعلامي ولا الخط التحريري ديال مؤسساتكم. هاد الناس هما مجموعه ديال العاملين والعاملات مختلف الاصناف ديالهم محتاجين على انهم يكونوا عندهم واحد الاستقرار مهني او استقرار اجتماعي ومحتاجين على انهم تكون عندهم حمايه اجتماعيه واحد الفتره كبيره. علاش حنا وانا تندوي كنت رئيسه جمعيه الاعمال لجمعيه الصحفيين والصحفيات اللي في الصحافه المكتوبه الورقيه والالكترونيه وجزء من جمعيه يستافدوا منها الزملاء اللي كاينين في الاذاعات الخاصه لانه تنعرف على الطرق شنو هي المعاناه ديال الصحفيين والصحفيات وشنو هي حاجتهم للاستقرار المهني وشنو هي حاجتهم للحمايه الاجتماعيه اضافيه شنو هي حاجتهم للتامين اجتماعي اضافي شنو هي حاجتهم للتقاعد اجتماعي اضافي. للاسف اليوم بعدا حاضرين معنا المؤسسات الكبرى جزء كبير منها تحترم التعاقدات الاجتماعيه تجاه العاملين والعاملات ولكن راه كاينين مئات ديال المؤسسات لا تحترم هذه التعاقدات ما عندها لا راسل اساسي مقاد ما عندها لا تقاعد تكميلي مقاد ما عندها لا تغطيه صحيه مقاد ما عندهاش راسل اساسي العام كامل وخا تطلبوا راسل اساسي في بطاقات الصحافه الناس تجيب غير 3 شهور ما تجيبش ديال العام اللي فات الناس تجيب لك هذا العام مجموعه تياخذوا بطاقات الصحافه غدا تيجيبوا مجموعه اخرى كاينه الهشاشه وهذه الهشاشه الاجتماعيه ما يمكنليهاش تكون مرتبطه فقط بانهم يدويو على كيفاش ندعموا المقاوله الاعلاميه دون المفكره في الجسم البشري اللي خدام في هذه المقاوله. نموذج التنموج الجديد اللي اخترته لنا نموذج يعني معتمد على تطوير الثروه البشريه اللي عندنا وتطوير الثروه البشريه اللي عندنا داخل قطاع الاعلام مرتبطه باننا نحيدوا الهشاشه بشكل كبير على هاد الناس. ما يمكنش غدا صحفي ولا عامل ولا اجير ولا صاعق ولا فوتوغراف ولا فوتوغرافيس خدام مع الغلوف ولا مع السيد المفتاح ولا مع الاخ مختار الغزيوي ولا مع الاخوان كاملين سيحلو غدا يكون محتاج على انه يمشي يتعالج ويكون ما عندوش الحمايه الاجتماعيه الكافيه او لا يمشي غير صندوق الضمان الاجتماعي وما عندوش اي ناسيونس كومبليمونتيغ ولا باش يخرج للتقاعد يخرج 3300 درهم 3900 درهم حنا كاملين الناس اللي عندهم لاسيونس هادشي اللي غيوصلوا 3900 4200 درهم اللي غنوصلوا خاطر تكون دابا تمشي 15000 درهم في الوجهه ديالك او لا غير 200 درهم بمعنى ان هذا النظام كامل خصنا نراجعوا حنا شنو تنقولوا كيفاش تنفكروا خصكم تعاونوا وتكونوا بجدنا لا فيدراليه ديال الاذاعات الخاصه ولا الاخوان ديال الصحافه المكتوبه والالكترونيه خصكم تكونوا بجدنا وانا خصنا نخدموا هذا الشيء كامل في مؤسسه اجتماعيه تتحفظ العاملين والعاملات داخل هذا القطاع كلهم كرامتهم استقرارهم المهني استقرارهم الاجتماعي وحمايتهم الاجتماعي. علاش خصنا نفكروا كاملين ونكونوا كاملين في هذا التفكير ونكونوا غاديين فيه كاملين مع بعضياتنا حيت باش ندير الصحافه حقها ونلتزم اخلاقيات المهنه ونحارب الهشاشه اللي يمكن تؤدي الى انعدام الشفافيه داخل الممارسه المهنيه في انتاج الماده الخبريه خاصني الجانب الاجتماعي ديال الصحفيين والصحفيات والعاملين والعاملات اللي كاينين معنا في القطاع نحمي ونطوروا وندير فيه الاستقرار. بزاف الناس يمكن ما تعرفوش انه الجانب الاجتماعي مهم جدا في المقاوله الاعلاميه ومهم بزاف انه مزيان يكون رئيس المقاوله تيتحدث على الدعم العمومي وخصني كذا وخصني كذا وخصني كذا ولكن خصو ايضا يتحدث على هذوك اللي جالسين معاه اللي خدامين معاه واللي محتاجين على انهم ما يبقاوش كل شهر يقولوا واش غادي نتخلص ما غاديش نتخلص واش كذا واش كذا. عندنا دراسه مرتبطه بالاوضاع الاجتماعيه ديال الصحفيين كاينه
دراسة مرتبطة بطبيعة الأجور اللي كاينة في هذا المجال اللي هي هزيلة جدا ولا ترقى المستوى ديال العيش اللي خصو يكون في المغرب. وعندنا دراسة أيضا كيفاش أنه مؤسسات صغيرة تدلك سبلوطاسيون على عشرات المرات باش تنتج مادة خبرية، في حين أن كاينة مؤسسات كبيرة تدير تشغيل بزاف، تشغل أكثر من 30 واحد، من 40 واحد، 50 واحد، وخدامة تعطي لكل واحد الحق ديالو انه ينتج الماده الاعلاميه بطريقه مهنيه في واحد الوقت معين، اكثر من انني من المقاولات اللي تخدموا 5 6 7 تجيبوهم من يخدموا في الورقه في الالكتروني كذا وكذا وكذا. كنطلب الصحه في هذا الشيء كامل، ولكن وفروا اتفاقيه جماعيه حاميه لحقوقه، وفر له احترام واضح وصريح مدونات الشغل، وفر له احترام واضح وصريح سميتو التزامات المغرب، التزامات المغرب للبلاد تجاه المغاربه اللي هي الحمايه الاجتماعيه. انا تنظر على نقاش حول الدعم العمومي، واش نصيفطوا المقاولات ونخلصوا به العاملين والعاملات، خصو ايضا يصاحبوه كيفاش نرفع العشاشه، كيفاش نحقق الحمايه الاجتماعيه المستمره للعاملين والعاملات، وكيفاش نحقق الاستقرار المهني للعاملين والعاملات. جزء كبير من الاخوان اللي حاضرين معنا، بس مختار الكبير ولا السي مفتاح ولا اخوان اخرين عارفين